بس احنا على هذا نغرمهم على هذا على هذا يتغرمون لانه احنا منبهينهم كم مره مو مرارا وتكرارا. Aza bir gün gördüğünüz uşaklar bu kafetereye gelir. Bakayet olun, arkalayıcı olun. Allah etmesin hatta bir hataya düşmezler. Daire saat karkum, rıkaba sıhhiye yetim, itlaf, el adet, min sondat, mevcude haliye. هذا الشغل مضبوط يعني تقديم داره من يشترون مثلا هذا كافتيريا يعتبر من يشتري القهوه يعني لازم الكرتون يبقى حتى من يجي دائره صحه كركوك الرقابه الصحيه شوف لك سبايرات ماستر اي شيء حتى وصولات فيه وصولات فيه اكيد بيوم التاريخ موجود حبس مصادر برتك خلاص حبس مصادر اي ورق حبس يتلف قوي ديسبوزابل يمي چخارت فمنا قلنا وارده بالمامين دي چخارت ما استخدام يتمي والله بالمرة طبعا تم تغريم صاحب الكافتيريا لوجود عدة اخطاء ومخالفات في هذه الكافتيريا بعد خلاص ما يخلص بالكشف اذا انتقل تقريبا العدد والله العدد كم واحد ما شاء الله هاي كل شوية تبدل كل أربعة أيام البد كل أربعة أيام كل أربعة أيام وهذا أوتوماتيك هسه صار لك جيب لنا شو اسمه عينفون دري 4 جن دكتور سيز دي دوزا ولا بير جن olsun يعني كده بخوي تصوير يتسن özüm görükür yani sarıl بس انت بس تبليغات vermiş bir de vermiş olsun ha اي مرض عنده احنا راح الطبيب يكتب له معالجه ورا هاي المعالجه اذا يشفي يلا ننطي نمنح له بطاقة فحص الطبي وهذا يتجدد البطاقة؟ هاي التجديد ماله السنة مرة واحدة كنترول يدري برانا حتى بلاسز بأنه يصغي شواريسة طابلة الآن يتم مصادرة الصوندات الموجودة على النراقيل وهذا أمامكم لأن لازم يستخدمون السفري وهذا ما مسموح بعد هذا أمامكم ما زال المشاهدين مكان عملهم مو نظيف وهذا يعني يعتبر كارثة اطمئنان من الأهالي كركوك الماء عندنا أنا عندي فرق جوالة يومية يروحون على مشاريع الماء وعلى المراكز الصحية عندنا بالبيوت يومية عندنا ناخذ عينات نرسلها للمختبر صحة عامة لفحص الكلور Merhaba Sayın Seyircilerimiz, denetimdeyiz programı. Bir daha inşallah devamlı Dizu'dan. O da Sağlık Dairesi'den, denetim bölümünden. Bu da gösterir ki bugün emniyet güçleri çıkıptılar. Sağlık Dairesi'den, denetim bölümünden. O da bir kampanya yaptılar, gece mahalli. Aynen dediğimiz gibi ki bugün o da kampanyalarımız kafetereler üzerine de. Ne yasak işler var ise bugün bunların yoluyla inşallah. Ekranları göstereceğiz sizlere. Hatta dibisler bazı yasak işler varsa sayıları eser özne. Emniyet güçler de aynen bugün doğrularını görecekler bizimle sağlık dairesinden, denetim bölümünden. Bu da gösterir ki doktor Fukar'ın işrafıdan ve aynı vakitte kıtağın müdürü Üstad Ali Cemil. Bu da bugün programın içinde olacaktı bizimle. أعزائنا المشاهدين ومشاهدي برنامج نحن في المراقبة اليوم برنامجنا من محافظة كركوك مع دائرة صحة كركوك شعب الرقابة الصحية وأيضا بالتعاون مع القوات الأمنية طبعا مثل ما تلاحظون اليوم إذا أكو أي مخالفة راح تظهر لكم من خلال برنامج نحن في المراقبة سفري مو تستخدمونه كل سفري بلغناكم
ماكو هذا الامر. والإجازة الصحية كم عامل عندك؟ اوكي شو يكون هاي الإجازة يعني؟ طبيعي يقول روسي من دي حنا مس جهة أمنية عنده بالروسي من دو قال تقريبا بهش جهة واربس من أنا حبس ده مختص ده الموضوع ده بس بيجي المحاسبة تتمام طبيعي بس هر كشيء أوس شيء نقرأ اختصاصنا قرأ محاسبة ده دائرة صحة يريد بسم يعني عيني فحوصات مس تكرارا ومرارا دون عذر لنا كبد فيروسي وإيدز وأمراض الفيروسية المنتشرة بالروسي من بالعربي اسمه حاسبة دخ حتى قضاء ولسون وننفذوا الماسن شكو برضه بالعمل اشتمس إلا فحوصات ولسون وباستبلغة مشوزان إضافة إلى شروط الصحية وإضافة إلى استخدام النراجيل بالدروج من تهوى جيدة قويلار ودسبوزابل وار بلار سون دولار بالتكرة سون دولار بالتكرة قلانا فهنا ننفذوا الماس فقور دعوش كمان بس تبين دوستان أول إشي سانتا تشكي لدنا görürler. Bizde de burada mühim çok mutfak önemli bir şekildeydi. Tabii bir gün bildik Rus işini. Bir gün tabii emniyet güçleri. Emniyet güçleri bizim sana. Hapse mukadderatı mı? Emniyet vatanı da emniyet siyahili. Emniyet vatanı da bunlar hapse bizim nandlar. İdafıken sahne de var bizim nand. Biz burada bunların avrakların kamleten teçhik ederek fikursat. الطبية والصحية العاملين حتى خص على غلاب نخلة ماسن شكو بلار بسم المرات مستعدة زايدا سلامة مهنية وارمزدة زايدا إضافة بلاند كشف مصوري دوزارنا من قبل فرق الدفاع المدني بدأ التشكيل دي من قبل بلسان سيادة المحافظة شيئا سيد المحافظة عمريلا ولا برآير أمرد دولان دائرة اللجنة مصوري دوزارنا بقين دائرة اللجنة دي فبلدغوز كمنا ولار إشلار آيريدي بسم إشلار إشمز آيريدي kameramızda kalsın bizimden bizde mutfak bir pek şekilde gerek olsa zaten ekis bayarak kullanmazlar çünkü millet oraya gelen girebilmez gibi de Rus gibi hatta takdim olunmasın orada da ne istihdam ederler ekis bayarak istarık kameramız yoldan biz yani çok tarafta ortak olmak bir hakem biz tekrarlarla onurlarla hatta istihdam etmezler o neler kullanır avrakları indi istarık görerek görmese yöntemel yani meçhulün mazlar itlafa verir. Sayın seyircimiz bildiğiniz üzere ki denetimdeyiz programı inşallah devamlı dizudan. Aynı vakitte sağlık dairesinin denetim bölümü Doktor Fukar aynı vakitte bazı talimatlar vardı verdi sizlere. Ve şimdi emniyet güçleri burada kadınlar, şeyler vardı. Bildiğiniz üzere ki 18 yaşından yukarı olsun, o muvaffakatları olsun. Emniyet siyahiden, o başka emniyet güçlerinden şimdi teftiş edirler. Bakırlar cantalarına, acaba bir memnuat var ise, bir şey var ise hemen burada icraat alırlar haklarında. Yok ise de tamamen selimdi inşallah. Bildiğiniz üzere ki biz temin ederiz inşallah. Nenelerden, babalardan makayet olun. Tekrar ederiz bunu. Acaba bir gün gördüğünüz uşaklar bu kafetereye gelir. Makayet olun, arkalayıcı olun. Allah etmesin. Hatta bir hataya düşmezler. Çünkü bildiğiniz üzere ki gençti. Bazı şeyler arkadaş başka bir yollara parar özlerini. Ve dikkat olsun bu mevzuatta inşallah. Lafatı sadaraya vermem. Ben. Tabii biz gördüğümüz kiminde biz burada gerek bir fakara hoş tekir gerek bizim millet çok bir vahiy şekilinde olsun. Vahiy olsun üzerinde. Afa hatıra ha mukadderat demağı. Tabii bugün şu hatta taksiri yoktu. Yani ömürler uzun olsun bize istattılar. Ve bütün Kerkük milletle. Biz temennimiz de budur bütün milletten uşağını mütabih etsin. Akit. Yani yok gelir arkadaşlarına dediğimiz gibi çıkır bilmirler harada da harada da ki. Bu bir çok mühimdi. Çok hatalar da olup da bundan evvel. Emni siyahi de bilsen kasirin olmaz işlesin, kasirin olmaz girsin bura. Ve biz bunda aynen biz de muhasebet ederek haramamız var. Ben. Mahal üzerine zaten onların şuritu var bas bil esas onların ihtisasıdır. Akit. Ama bizim de onların şurutuna göre biz de bir şurut koymuş uzaylarına kabul etmeler otursun. Çünkü biz bunlar bilsen uşağı var, bilmelerine var mı yok. Ve bunlar bir pek şekilde göre bakılsın uzaylar falan milletten. Ana babalardan ricamız böyle mütabih etsen uşaklarına. Hiçbir şekilde kafil olmazlar. Çünkü o zaten hatta galata gitmezler. Doktor, اليوم hakikaten احنا الحمله على الكافتريات و الى ما اعتقد وجود اخطاء كثيره مثلا او استخدام الصوندات طبعا احنا استخدام الصوندات احنا بلغناهم هذا الصوندات يستخدمونه ديسبوزابل احنا نسميها السفري ومره وينذر مره واحده يتكرر نعم لا
لان هذا امراض هم عندنا ساري من اللعاب من الفم راح ينتقل. نعم. وهذا غير مسموح لهم. مستخدم. هاي الصوندات المستخدمه هسه نصدرها والكاميرا مالكم تبقى. نعم. فقط اللي نقبلها بها هاي الصوندات الديسبوزبل. وانتم مؤكدين اكثر حسن. من مره بانه ما يجوز يستخدمون الصوندات الاعتياديه بالنراقي. ما عندنا اي اشكالات بها هذا الديسبوزبل يستخدم ويندب. نعم. بينما هاي الصوندات ما مسموح له والكاميرا مالكم خلي يصور والكاميرا. نعم. تتصدر. بمحضر أصولي. مصادرة وإتلاف أصولي من قبل اللجنة المشرفة وزايدا توقيع صاحب المحل. نعم. أعزائي المشاهدين كما تلاحظون الآن دائرة صحة كركوك الرقابة الصحية يتم إتلاف العدد من الصوندات الموجودة حاليا وما يجوز يستخدمون هذا الصوندات، ولكن مع الأسف أكثر من أو عشرات المرات يأكدون على هذا الشيء ولكن ماكو أي التزام من بعض الكافتريات، والآن يتم مصادرة وبعدها إتلاف وهذا أمامكم. سانس إزامز قرد غوستاكي سالغ دائرة سيدنا تم بولمه شو أن كاسر صندالار çünkü bu yasak bir şekilde adı meclis seferi bir şekilde kullansılar bu sondalar olmaz. Bu aynı sağlık dairesi denetim bölümü icraatlarını aldılar. El mahzar olar bunda aynı vakte itlaf olar. Hatta bir daha tekrar olmasın bu. Ve bundan da evvel onlarca bunlara tebliğ ettiler dediler. Kullanmayın çünkü bu hastalık ederi yasak bir şekildeydi ama maalesef iltizam yoktu bazı kafeteryalardan. Çünkü biz dediğimiz ki kullandıkları meca bu şekilde olsun seferi. Açar özünü bir kere ondan sonra atar özünü. Bu da bakın gözlüğü gündeydi ama bazı şeyler iltizam etmiyorlar. Aynı vakitte de su nahiyasına meca sular da ekşilsin ve yenge sular olsun. Ve buna da sağlık dairesi tekit edilir. Şimdi çıkartlar özünü hemen itlafa gider. هذا كل مرة احنا نكتبها بالدفتر بالبرنامج همين بالكشف الصحي. احنا عندنا اقل شيء بالشهر مرة عندي لجان ميدانية يجون لهذا القاطع ننبههم على الصندات الديسبوزابل لمرة واحدة استعمال لمرة واحدة. هذولا دائما يستعملون هذولا هم مخلين يمهم سفري، ولكن يعني من يجي الصحة يقولون احنا عندنا هسه احنا على هذا نغرمهم على هذا يتغرمون لانه احنا منبهينهم وكم مره مو مرارا وتكرارا وعندهم الدفتر زياره اي كشف الصحي نسميه موجود همين موجود مأكدين عليهم ذاك المره هم وياك جينا هم اكيد نعم هم اخذنا بس ما غرمناهم بس هالمره نغرمهم بعد خلاص مكتوب خلاص. بالكشف اذا كاتبين تقريبا العدد والله العدد كم واحد ما شاء الله وايد 25 30 واحد 30 واحد. اي اذا ما كل التزام هسه نسوي له محضر اصولي للاتلاف يستخدمون مره ثانيه شو يصير شنو الاجراءات اذا هالمره جينا يستخدمون راح نسوي غلق غلق اي حسب تعليمات لانه هذا مخالف للتعليمات الصحيه نعم حسب وزاره الصحه ودائره الصحه كركوك نعم عايشيتكم دكتور مثل ما قال راح ينغلق المكان اللي ما يلتزم اكثر من مره نبلغه بس احنا اول مره نبلحناهم ثاني مره راح نصدر المواد اول مره صدرنا بس ما غرمنا هسه مصادره وغرامه وثالث مره غلق وراه غلق وراه لان ما يلتزمون بالتعليمات ما التزم بالغلق هم الحين الجهات المختصه موجوده الاخير شيء هو المحاكم المختصه لازم احنا حسب قانون تعليمات الصحه العامه نشتغل وياهم نعم قانون 96 وقانون 99 عندنا اجراءات قانونيه بحق المخالفين نعم اعزائنا المشاهدين كما تلاحظون الان دائره صحه كركوك الرقابه الصحيه يتابع الكافتريات والان وجود اخطاء داخل الكافتريا وايضا وجود عدم التزامهم بالتعليمات الصحيه او عدم التزامهم بالتعليمات الصادره من وزاره الصحه العراقيه دائره صحه كركوك ونتمنى ان شاء الله من اصحاب الكافتريات الالتزام بالتعليمات. شفت كم واحد هو موجود؟ هسه احنا ناكد على البطاقات الفحص الطبي وشهادات التربيه الصحيه. احنا كل مره نجي نتاكد ليش على مود الامراض الانتقاليه، هاي الفحوصات احنا نسويها بالمركز الصحي. بالمركز الصحي تسوون الفحوصات، أيه. العامل ما يشتغل الا 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 عنده بطاقه صحيه. اللي ما عنده غرامه 50,000 هسه حسب تعليمات الصادره من وزاره الصحه
دائرة صحة كركوك 50,000. أستاذ علي، هذا البطاقة الصحية شنو الفحوصات اللي يشمل العامل قبل ما يشتغل؟ احنا على الفحوصات هيباتايتس عندنا، ويدر تيست زين، مسحات ناخذ من عدو مع الايدس، لا سامح الله اذا اي مرض اي مرض عنده احنا راح الطبيب يكتب له معالجة، ورا هاي المعالجة اذا يشفي يلا ننطي نمنح له بطاقة فحص الطبي. وهذا يتجدد البطاقة؟ التجديد ماله سنة مرة واحدة. سنة مرة واحدة؟ إيه؟ حتى لا سامح الله إذا أي أمراض حتى نسيطر عليها. نسيطر عليها لأنه هنا البعض ماذا يعرف يقول هذا بطاقة صحية. لا، هذا البطاقة الصحية كلش مهم، إحنا ما نقبل أي عامل يشتغل بدون هذا البطاقة الصحية. نعم. أستاذ علي أو دكتور، البعض يأكدون بأنه ليش احنا نطلع اجازه؟ يعني هذا شنو؟ دا يريدوا ياخذوا من عندنا فلوس؟ يعني البعض دا يفكر حقيقه هذا الشيء، ولكن عنده امتيازات الاجازه. احنا هاي الاجازه الصحيه نراقبهم. نعم. نراقبهم شنو؟ من ناحيه العمال، من ناحيه اي شيء يقدم للزبون، يعني نظافه 100%. اذا احنا نراقبهم احنا مانحين لهم اجازه صحيه، راح نراقبهم شهر اقل شيء مره واحده نجي. عندي موظفين عندنا على قاطع مالتنا 15 فرقة صحية تجوال يومية يطلعون. دكتور، الإجازة الصحية لا ما أعتقد إلا هو يعني تقدرون تتابعونه ومسجل دائرة صحة كركوك حتى تقدرون تسيطرون على الوضع، صح؟ طبعاً إحنا من نسجل منطقة الإجازات هذا تتمتع بحقوق والامتيازات الموجودة في ضمن الدولة العراقية من القانون والصحة العامة. نعم. وزارة الصحة مادة ذات. والإجازة الصحية يشمل المحلات أيضاً، يعني المحلات العامة كافة بكافة أصنافها المتعلقة بالرقابة، حتى المواد الغذائية، سوبر ماركتات وكل شيء يتعلق بالماء والغذاء إلى إجازة، يعني كل من حسب صنفه وحسب اختصاصه. فأكد أستاذ علي من خلال هذه البرنامجكم خلي يكون توضيح أكثر، إحنا فحوصات اللي دنا طلبها الكبد فيروسي وديابتيست بروسيلا تيست HIV هذني الفحوصات والتيبي وتشيستك السري طبعاً يتشخص من قبل الطبيب الموجود بالمركز الصحي، إذا بي بوزيتيف يرجع يتعالج وما نمنح بطاقات صحية. إحنا ما نمنح إجازة صحية، آخر ما نمنح إجازة صحية اللي هو مستوفي من ناحية مكان لشروط الصحة ومن البطاقات الصحية ومن شهادات التربية الصحية، فكل شيء مستوفي بالأخير ننطينا الإجازة. صح. هذا ما عدا، بس مو معناته انطينا إجازة يروح يسرح ويمرح بعد ما نتابع الموضوع. لا، عندنا لجان مركزية نطلع بالأسبوع أنا أستاذ علي على كل كركوك وعلى أماكن عندها من خلال قناتكم، إحنا برنامج موحد، يوم على مولات، يوم على حدائق. نعم. يوم على ماركت، برامج يعني حلقات مختلفة، يوم على كافتريات، يوم على قصابين، يوم على المخازن، يوم على المعامل. فإحنا مقسمين الجدول وكالكوب عبارة عن خارطة في تقسيماتنا لكي يكون التغطية خلال السنة كافة كركوك تشمل كافة الأصناف، وإحنا مو مركزين بس على الكوفيات وعارفين الغذاية، لا أكيد. أم مركزين على كل شيء اللي يهتم والموجود إلى صلب صحة الإنسان. أستاذ علي، حتى نأكد المواطن أو صاحب العمل، اليوم البعض يفتحون محلات بدون إجازة صحية، بعد مرور فترة أو من خلال مراقبتكم لهم يجون يطلبون إجازات صحية. نعم. من تروحون على محلاتهم تشوفون بأنه ما مستوفي الشروط ما تنطوهم إجازات، ولكن شو يقولون؟ يقولون إحنا الصحة ما تنطينا إجازة، ولكن الواقع غير شكل. إيه؟ صح. يعني إذا الواحد قبل ما يفتح مطعم أو محل لازم يراجعنا، لازم أولا يراجع. إحنا عندنا تعليمات، هاي المساحة، المساحة لا يصير خشب، لا يصير مكان التحضير. نعم. مكان التحضير احنا نأكد على الارتفاع المحال. نعم. على السقف لازم كونكريت، على الأرضية كاشي، عدة شروط، الحائط ممنوع، احنا كل شيء عندنا تعليمات صحية. نعم. من خلال هاي التعليمات الصحية نمنح المواطن إجازة صحية. أكيد. واحنا مأمونية الغذاء والماء 550,000 نسمة على قاطعنا، احنا نحافظ عليهم. أكيد. واحنا اطمئنان للأهالي كركوك، الماء عندنا، أنا عندي فرق جوالة يومية يروحون على المشاريع الماء وعلى المراكز الصحية عندنا بالبيوت، يومية عندنا ناخذ عينات نرسلها للمختبر صحة عامة
الفحص الكلور. Açtıktım misal Ali. Sayın seyircilerimiz bildiği üzere ki şu an bazı kararlar tuvalet hazırlık aradık sizlere. Programın yolu eden çünkü bazı vardı bilmiri. Kanımızın sayın seyircilerimiz aynı vakitte gördüğü üzere yine getirdiler. Hatta buranı kontrol altına koysalar. Bildiği üzere ki önemlidir çünkü bir memnuat var ise, bir yasak bir şey var ise bunun yolu eden keşf olur. Hatta biz malumiyede her çeşe, makayet olun kafetriyelerden, yok bas kafetriyelerden, hep yerlerden. Özellikle ne zırh kafetriye, çünkü bazı şeyler var kafetriyelerin içinden. Ve nasihatimiz budur gençlerimize, makayet olun, her yola gitme olun, çünkü o yolun tehlikesi var. Sayın seyircilerimiz kalemizimden programımız devam edilsin. Sayın seyircilerimiz tabi aynen emniyet güçleriyden ve maal kuvvet emniye ve daire sahat kerkuk. Emniyet güçleriyden ve aynı vakitte sağlık dairesiyden kampanyamız devam ediyor. Şimdi başka bir kafetriyeye geçtik. Hatta burada aynen yasal güçler var ise görsedik sizlere. Az önce yoksa da diyarık Allah'ına sağlık. ما عليك إجازة طاقات صحية اللي يشتغلون كم عمل عندك؟ 65 تمام جردنا يا أردت مكتب تقرير بينا والله نعم تم يقول لو شمن بس بطاقات صحية بس لا تشوف أنا عمي بشو لا بجزة دمارة نعم بس لا بطاقات دي مسكمن برضا مرات سارية معدية وار متنقلة وار Kızların da aynen çalışanların burada pitakalar olsun. Kız olan, kim işler burada müşkülümüz yoktu. Kız olan olan aynen hakikaten. Aynen pitaka sahiyası. Gerek pitaka sahiyası. Hatta sahibel mahal. Bilsen koyduğunda tavdih edek çok kere. Tabi burada yemek eden yani mesela mukabilat koyan, bana ergilendir üstleyen. Şerbet eder. Bazı hamil bir mara. Biz bunda çok olduk. Tasammum cemaatinde la samhala giden de fuhusata. Dırnaklardan mesahat aldık. Yarardık muhtabara yani tıkaniyin fahsiyen var bizimden muhtabarat. Fe çıkardı bu aslan özü veren huva hamil bil marad. Takdim eden. Yani şart diyor ki şimdi fuhusatta tamamdır. Bas biz hatta mezhat ekmen aldık. Suab var. O suab geri bize pek çıksın. Pis çıksa varatlar bize müşkülüye koyar bize. Yani böyle asant bir iş değil. Yani. Asant iş değil. Fakat biz dediğimiz gibi, diyen de fuhusat tıbbiye yeşmeli kol. Fakat fuhusat tıbbiye ne işe sarı hatta millet bir pek şekilde, hatta kafeteryada. Hatta kafeteryada. Pek şekilde getirsin o zaman. Azana müşahidin, kaynan, hada mamkum. Kontrol edri buranı. Hatta bilersiz bir neho yasak iş var ise tapılı. Ve inşallah biz diğer hani tapılmaz. Ama dediğimiz de ki bazı yerler vardı. Bu önemli için de yapılsın kontroller. Sayın seyircilerimiz bildiği üzere ki aynen kontrol ettiler. İndiye kadar bir şey çarpılmayıptı. Biz aynen vakitte bazı kafeteryalar var dediğimiz üzere kızlar çarşılar içinde. O kızlar 18 yaşından aşağı mece olmasın. O pitakaları vardı, o muvaffakatları vardı. Çalışırlar burada. Hepsi de talimata göre tabii dediğimiz üzere. Ama biz daima tekit ederiz. Naç sağlık dairesiyle emniyet güçleri çıkarır. Çünkü emniyet güçleri her çeşitin bir ihtisası vardı. Emni siyahi vardı, emni vatani vardı bizimle çıkarıp, kafha vardı bizimle, kafhat muhaddarat vardı bizimle. Yani bunlar hepsi her çeşitin bir işi vardı, o işe göre çalışır. Hatta bazı yasak işler kalmasın kerikte ve kontrol altında olsun. Çünkü bunlar çalışmasalar, bu şekilde olmasa yok. Favda olan birbirine geçer ve sonra meşakilimiz memleketin içinde çok olur.
Ama bunların çalışmalarıdan emniyet güçleri ve sağlık dairesi idareler her yeri kontrol etsinler, hatta meşakil kalmasın. Azanı müşahedin, tabi'an البرنامج مع دائرة صحة كركوك أيضا تنسيق مع القوات الأمنية. القوات الأمنية اليوم عندهم حملات مستمرة داخل مدينة كركوك، والسبب هو حتى نقدر نقضي على المشاكل في الكافتريات وأماكن أخرى. إذا ما موجود هذا الحملة تصير يعني مشاكل ما يقدرون بعدين يسيطرون عليه، ولكن بجهودهم إن شاء الله تقل المشاكل داخل مدينة كركوك. Sayın seyircilerimiz, başka bir kafeteryaya geçtik aynen. Kalemimizden talimat nadi. Ona göre burada kontrol edecekler. İcaza ve pitakka sahiye. Bunlar önemli de sağlık dairesi yandı. Tallanna lavrak. Gördüğünüz gibi bizde bak patakalar, şahadalar. Bunlar çok bir önemli bir şekilde adı. Zaten bunun arkasında gördüğünüz gibi bu şahada nedir? Şahada? Bu şahada sahiyadı. O da 2 yıl nafızdı. 1 yıl nafızımız var. O da 1 yıldı. Ondan sonra bu fuhusat... Bu şahada devreye girerler? Devre girerler 3 gün. Ondan sonra nemnehem bu şahadat. Çok güzel. Şahadatı terbiye sahiyeti. Devre ne sereşeler özelliğinden devrede? Bu işledikleri, takdim ettikleri, aynen gıda üzerine, aynen bu amaka hukuk. Hatta malumatlar olsun. Nelerden istibad ederler, nelerden temas, yani temas gerek mübaşır olmasın. Ve talimat, şurut sahan kamil verir o sana. Hatta bir pek şekilde kullansınlar ufak. Davabat, uzaret-i sahiyeti. Uzaret-i sahiyeti. Güzel. بطاقة كم واحد عدم؟ كلهم كاملة شاهد وبطاقة كلهم شاهد وبطاقة كلهم على حسب بلده هنا عامل يشتغل بدون بطاقة صحية بدون أنا أعرف الإجراءات يعني حتى السوندات سفري هاي سوندات سفري مكان قوي كده غيره سامي دل السوندات سفري ده حبسه والله غيره biz göründük bir tatavur vardı ve iltizam vardı. Kafetere sahiplerine, akit biz şeflerine bu harik iltizam ettiler fiilen, istediler röge geçtiler. Bazı da var diyor, inatlık edilir yani. Bak gördüğünüz gibi bu mutbağını. Bunlar son datları koy bakslar özüne, koy tasvir geçsin. Muhasseller de aynen ekspayarına bakalı. Ekspayarına. Bunlar koyandalar da şey olsun dediğimiz gibi. Ekspayaratın yanında istedik. O giren onu yandı seleşek. Bunu mu söylüyorum bak selamun aleyküm. Şu anak. Şu anak. Şu anak. Şu anak. Şu anak. النرجيلات شلون صندات اخبارها شلون كلها ممتاز ها كلها ممتاز تستخدمونها كل مره لو مره واحده لا مره واحده مره واحده اي نعم تكسرونها وتذبونها اي ما عندكم متكرر المي كل ايش قد تبدلونه المي نفس الساعه ها نفس الساعه لا مش الشخص يتبدل لا 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 نفس الساعه نفس الساعه اي منتج على النرجيله دفي المي مالته رقم شيء خلاه بس لو تراجع حسب التعليمات والضوابط والمعسلات وينها اللي تستخدمها اكسبايرات حاطوا وياهم مبلغينك الاوراق ما تذبهم موجوده يمه يعني كلها من اسواق اقدر الاكسبايرات هاي يلا جيبه وهاي شوف عينك شوف هاك شوف كل من اسواق اقدر وجيبه زين اغراض يلا جيبه هنا تخليه موجود الكيس يمك حسب تبليغنا هاي دوما هذا موجود شوف هذا الشغل يعني تقديم لاره من يشترون مثلا هذا كافتيريا يعتبر من يشتري القهوه يعني لازم الكارتون يبقى حتى من يجي دائره صحه كركوك الرقابه الصحيه حتى الاكسبايرات مالته اي شيء حتى وصولات بيكم وصولات وصولات بيكم اكيد بيوم التاريخ موجود هذا يحميكم ويحمينا اي نعم وصولات مال المعسلات مال القهوه مال كل شيء هاي وصولات كل شيء وصولات كله يجيب وصولات شغل منتظم يبين يعني اشتيدك لا اشتيدك طبعا بيلتغوا بشكل من حسب تعليمات السوشيال رابر والكاميرا وسط تصويرات الانسان قلب نارق للارضة تصويرات ومعسلة حبس هذا ايضا سفري
وهذا امامكم استخدام مره واحده وارخص احنا هذا الشيء نريده. يعني الكابتريات يلتزمون من يقول لك خلي سفري لازم سفري دائره صحه كركوك بمصلحتك لازم سفري طبعا حسب تعليمات اللي عندنا حتى نقلل من الخطر الاصابه بالامراض الانتقاليه وامراض الموجوده اللي ينقل عن طريق الفم واللعاب فما يصير يستخدم لان هذا الاخي العزيز الصوند السفري ايش قد يوقف عليكم بالجمله يعني والله هو يجي نجيب شليف يطلع تقريبا 100 واحد 32 ألف أقل يعني محل على المحل يفرق يعني 30 ألف تقريبا أقل من 500 دينار أقل من 500 دينار إيش قيت أنتم النرجيلة مثلا؟ والله 8 إيش قيت 10 تقريبا 10 تقريبا 10,000 دينار يعني إذا دكتور من يخلون 500 دينار سفري يحمي حياة المواطن؟ احنا حياة المواطن أهم يعني احنا قياسا احنا مو مع النرجيلة والتدخين ولكن التدخين تدري مضاره أكثر يعني مسرطنة من المواد عالية الخطورة ومن المواد اللي أثر على الرئة والقلب وأمراض الضغط والسكر وجلطات والذبحات ولكن تريدون تقللون هذا الشيء نقلل الخطوره ونقلل الخطوره من الامراض الانتقاليه احنا يهمنا حياه بشر اولى من كل شيء يعني احنا ما نقارن بالفلوس عسى ما ياخذ 1000 دينار عسى ما ياخذ 10,000 بالنسبه للتسعير احنا ما عندنا مشكله ولا من صلاحيتنا ولا من اختصاصنا فقط ولكن حبيت نبين للوضوح يعني ما يكلف البشر حياته أغلى من كل شيء أكيد فإحنا سلامة الإنسان والمواطن أهلنا في كركوك مهم لنا صراحة مهم لنا لا 10,000 ولا مليون لأن هذا ما القاعد اللي يدخل مع احتراماتي له ما يدري الأمراض المنتقلة والسارية والمنتشرة والوباء وكل شيء اللي هو جاي يحصره من هذا المكان حجم الخطورة اللي جاي يتعامل وياه فإحنا نريد نقلل من هذه الإصابات الموجودة ونريد نحتفظ على مواطنينا في أهلنا في كركوك ونقلل من الأمراض الموجودة ويكون الكاميرا مالتكم مغطينا وانتم هم جزاكم الله مشكورا يعني ما مقصرين ويانا وموجودين بكل حملاتنا وتغطونا وساندينا إن شاء الله والقوات الموجودة في الخدمة إن شاء الله ولكن هم نريد نسأل صاحب المحل السلام عليكم شوفوا زين إن شاء الله أخي العزيز اليوم إذا يجي أي مواطن يدخل جوا يعني تشوفون العمر مالته؟ إيه طبعا إذا أقل من 18 شنو إجراءاتكم؟ ما نخليه بعد إذا يدخل؟ نطلب الهوية مالته نقول له ممنوع ممنوع يعني عندكم اتصال مع الأجهزة الأمنية حتى لا يتسبب كل مشاكل؟ إيه أمن السياحة أمن السياحة عم نبلغيكم وعندكم اتصال وياهم؟ إيه أي شيء نشوف أقل من 18 ما مسموح يدخل كابتن ساينس يا زلمس يقول غوستاكي عينا واخذت هذا برضا المخدرات طريق الدمار هنا للتبليغ عن جرائم المخدرات الاتصال بالخط الساخن 178 وستكون هويتك طي الكتمان يعني ما حد ما يعرف اذا تتصل وتخبر قسم العلاقات والاعلام مدير العمل لشؤون المخدرات والمؤثرات العقليه عايش تدهم حقيقه جهود مشكوره جهودهم ومتابعة مستمرة للكافتريات من قبلهم ومخدرات طريق الدمار حقيقة هذا الشيء نتمنى من الآباء والأمهات بأنه يتابعون أبنائهم حتى لا يقعون على الخطأ مثل ما تشوفون الأصدقاء بعض مرات أكو صديق سوء يأخذ ابنك إلى طريق مغلق مع الأسف Sayın seyircilerimiz gördüğünüz gibi soruşturduğunuz aydan 18 yaşından aşağı girmez kaftriye. Ve bunda hazırdır hapsi yerde tatbik olunsun ve tenfid ettiriyoruz. Hakikaten 18'den aşağı geri kaftriye energiyle içiriyor. Bu da bir müşkilat ve bir cerimat. Azan müşahidin ve müşahidi برنامج نحن في المراقبة. الآن انتقلنا من منطقة صحن احتفالات إلى منطقة ألماس سان سيزامس طبعاً احتفالات بلغاسنا مباشرة جالدخ ألماس بلغاسنا برضه دعينا بدغوستاكي كافتريلر بيجون دنتم مالتن دادي وكمبانيامز دوامنا دسالق دائراسيدن وأمنيات جزلاريدن بدغوستاكي برضه عينا دنيا سغشلر واريسا بيجون أمنيات جزلاريدن جودغوستاكي دنتم يابلار حتى ستر etsiler, kar üçte bazı kafetriyelere. Dediğimiz ki
mukadderat konuda bu da çok önemlidi. Çünkü bir gün Kerkük'te çok gençler vardı maalesef bu yoldan girirler içeriye hapsolurlar. Neneler babalar haberleri yoktu uşaklarla ki bazı kafetelere gelirdi. O arkadaşlar yoluydan maalesef bazı arkadaşların yoluydan bilmirler ve kanunu da bilmirler bazı maalesef işte hapsoldu. Çünkü mukadderat ağır bir şeydi ve yasak bir şeydi. Makayet olun. Çünkü Kerkük'te ve başka muhafızalarda aynı vakitte bu şeyler vardı. Yok yoktu. Ama emniyet güzelliğinden inşallah bu şeyler kalmayacaktı. O sayıtlar altındaydı. Kaldık da. Şimdi geçtik. Çayır bölgesine almaz. Almaz bölgesinde. Aynı icraat müstemir dedi. Bir de Ruskin'in tabi bir gün biz bu hamlanı has koyduk. Biz kafeterya için. Çünkü bilsen 2 ay, 1-3 ay var. Hamle etmemiştik üzerlerine. Ben. Aynı vakitte bugün sıralarıydı. Döndük üzerlerine. Ben. Hatta muhalif olmasın mevzuda. O icraat da müstemirdi. Hep bir şey üzerine. Gıda ve ma ve selam el mehelliye. Üzerinden fahs ummal ve fatakat ve icazat-ı sahiyye. Bir önemli bir şey var. Mükafat-ı muhadderat aynen doğrulan işlerini gördüm. Hatta kaynağına kimin kamera usta suretti bizimle de. Bunlar her kişi öz ihtisasında emniyet durumu muhasebet eder. Diyebilirler hamle müşterek. Hamle müşterek muhafaza üzerinde. Birisi bu hamlette bizden matlubdu içtimaatı, hapsi cihat oturur sorur bizden. İcraat isterler. Ben. O icraat da bizimle hamlet müşterek var. Bu hamle müşterek de işte her kişi gördük o kimin. Biz öz işimizi görüyoruz, onlar da öz ihtisaslarında. Her kişi icraat var. Ben. Bu kalsın kameramız bizimle bakalım. Çay eklemeli ekspirat. Dedik içmem biz ekspirat bize çok bir şükürlerdi. نراقيل وهاي شغلاته نراقيل شوفوها يستخدم ديسبوزابل لا يستخدم ما عندك هذا هذا كذا يلا بدخل كمان ادفع يده شوف مهين لا سامح الله حرائقته بزت السلام المهني يعتبر حتى بنك تشيك هذا رح له جهن مزور زلنا أكيد قدر يعني فرق الدفاع المدني الله يتماسنا أطش حتى سيطرة بالسلاح سيطرة بالسلاح Dönen de lüçanımız var idi üzerlerine, makabal fırakı difa almadan icraat var idi üzerlerine. Onlar da cihan muhtesadlar ve ma'niyen bir şey en hâdâ. El-mavu' sorba. Bak gördük o kime. Biz de hemen tembihlere gidiyorsan, Layla Umur'u gözüne bir güzel bir pek şekilde de. Buna daha bir haşerat, bir çibin, bir şey, bir torbak düşmez tamam. Özümün azil yerlerde bak, basına güzel şekilde. Tahrik edip gözün, ellerine sağlık. Yağına bakalım. Bunu bilmek var habibi. Tamam. Ente? Ya anne. Ente? Şu anak? Ay, kül iş bedi tübetle. Ay, kül 4 ayam mı bedi? Kül 4 ayam? Kül 4 ayam. Bu adı otomatik. Nasıl sağlar bir şey bedi? Cebenle şu ismi ayı. Biri 4 gün doktu. Siz de o zaman bir gün olsun. Yenge de bak, koy tasvir etsin hocam. Görükür yani, bir sarı. Bir gün başına daha. Bas şimdi biz tebligatı vermişik, bir de verin o zaman. Koy gelsin bana. Biz hiçbir şekilde bunu kabul etmeyerek burada bitsen ben amral satar hadi yani bizden teşekkür eder. Aynı dönmek olmaz. Günü gününde kullanırlar asalar olsun. Ona bile kabul etmeyerek. Maalesef aynen موزك عين موزك عين سوندات فاين حبسه مصادره نفس الشيء يعني مثل ما تلاحظون ما مستخدمين سفري وهذا مبلغين من قبل دائره صحه كركوب الرقابه الصحيه صح دكتور حبسه كل مبلغ تدرون عن طريق الكاميرات مالتكم وتوثيق الصور عندنا والفيديو عندنا فحبسه يتصدر كل المواد هذا اللي كلها مخالف لطلب المشروط الان يتم مصادره سوندات الموجوده على النراقيل وهذا أمامكم لأن لازم يستخدمون السفري وهذا ما مسموح بعد من قبل كافتريات يستخدمون صوندات المو سفري حاليا يتم إتلاف صوندات يعني نتمنى من أصحاب الكافتريات الالتزام بهذه التعليمات اللي هو من وزارة الصحة العراقية وأيضا الرقابة الصحية مبلغهم بذلك سيزامس Özür bildik usta ki yasaktı bir gün sonunda kullansınlar özel seferi olmasa. Gördü usta ki hepsi kullanılır özüne
mesela diye 15 defa gir, 20 defa kullanır özünü. Tamam yıkanı ama olmaz. Bence seferi olsun, bu sondalar daha bu şekilde kalmaz. Ve tebrik dediler, birinci defa diyerler, ikinci defa kırama, bu müsadara, üçüncü defa ondan sonra gılk olur. Yani yetim tebliğum, ekser min 3 merat, ba'da yetim gılak. الكافتري إذا ما يلتزمون بالشروط والتعليمات الصحية. دخلنا إلى مكان آخر. يلا هنا شنو دكتور يعني؟ والله يستخدم الظاهر للطباخ. بس هذا ممنوع تدري سندويش بانل سندويش بانل والمكان هذا البلاستيك احنا ممنوع بها 100 مره تكرارا انها تصدر كل المواد الموجوده هنا مو نظيف دكتور لا مو نظيف هسه كل يتصدر شكو مواد هنا كلها اصدرها نعم ويغلق هذا القاطع باكمله تدري هذا قاطع غير مستوفي هذا امامكم اعزائنا المشاهدين هذا امامكم اعزائنا المشاهدين مكان عملهم مو نظيف وهذا يعني يعتبر كارثه gördük usta ihsan seyircimiz bu yer pekdaki sağlık dairesinde yadığına göre yani muntazam bir şekilde de dahi ışığı yoktu burada yoktu أعزائي المشاهدين الآن يتم إغلاق هذا المكان العمل. حاشر أخوي قاسم يلا والله الحبس انشخرت حياته والله شيدان قاس كامل مصادر إلى شيدان برابر تبع عنده انشخر دوزيدا حبس أنا مصادر أيوة يلا يورد أغوز كمان بس بشينجي دكتور ويا بدأ برعينة ابتعاد الأرغلار يو عمال مال دبو محافظة على أساس طالب برده من يدان يشمز يوخ تشكو سانة تابع لك فأخو عمالة بشارة برده يعني ناي جنة بنا عينة لفيتسس عينة حبس المصادر إلى رخ حقا كامرا وستصفر بشيلة حبس المصالح تلر استهلاك البشري والمسق الله أصدر تشكو حبس آزلة بيستة بربك شكل ده دوري صور غزانا مع الأسف والله عمل لا شيء بلا عمل بشر داعي كنافة وبيتزا يأكل لها كنا بو هيش برش كده مسموح ده داعي وقبل ده تمار غزان وحبس الكاميرا وسقاطن حبس يتلفا ورده وغرامة ده ورزارنا غرامة ده ورنا أعزائي المشاهدين الآن يتم تلاف الصواني الموجودة مثل ما تلاحظون مع الكنافة وبيتزا وهذا مخالف للشروط الصحية مع الأسف وهذا أمامكم يتم تلافه من قبل الرقابة الصحية بمحافظة كركوك. سانسي زارمز إن جت شاغم بس خبر يا رعينا. ادعي ادري بالمريخ بالمملكه فبس على كل والله راح حبس قاله اوكي مشكله اسود اول صندلر ده اتلف ولا سفري ده اجي والله حبس مصادره طبعا هذا الصندات السفري حجي ممكن استعمال بعدين رجعنا هذا وهسه حسب الزبون مو بكيف حجي الزبون لو يدري المرض طبعا احنا مو بكيفنا عندنا توجيهات وعندنا حفاظ على صحه المواطن يعني انت تعرف هسه احنا قابل اعدائكم مثلا لا احنا في خدمتكم ونخدم اهلنا بكركوك والمواطن والزبون له حق يدفع فلوس خلي يدفع الف زايد ما عندنا مشكلة بس يحتفظ على سلامة المواطن وصحته مهم لنا صندل شنو قيمته 500 دينار أحد الكافتريات قال 500 دينار يكلف الصندل 500 دينار يعني 30,000 كل 100 صندل أقل من 500 شو تقولون إحنا نفذ أنتم ملتزمين وراقين وإحنا سانديكم وفق الضوابط والقوانين
هاي الاجراءات انتم مفروض ما تقبلوها، يعني انتم ناس ملتزمين ان شاء الله مفاجئ واصل كله كله يتبدل. وانتم تعرفوا كل زين دكتور، انت شو تقولنا عقب النبذه؟ انتم ما تقصرون، احنا شاكم من التقصيرات ومكان هم يصير بغلط. احنا كل هدفنا احنا نزيل سمعتنا زين، سمعتنا زين، رحم الله والدك، واحنا خدمه المواطنين الموجودين والزبائن اللي يراجعون هنا. احنا الحمد لله عندنا امراض انتقاليه وساريه ومنتشره، حتى لا يكون انتقال بسبب هاي الصوند اللي هو ما يسوى 500 درهم. كل شيء ما عندنا شكل، دفاترنا كلها جيد جدا، هاي دفع سجلات موجود، عاشتي هاي خماجه مبدل عاشتي بالخدمه. الله يعينك، طلعون الصوندات وبعد تستخدمون صوندات سفري ان شاء الله. زين ان شاء الله ما نقبل صوندات هاي نهائي ان شاء الله. جورد اوس شمن متبعات هيك ورا حبسن تزيد كفر ذلك سمنها اتلفوا الموزانة كامرا وزد تصوريت سن حبس مصادر تزد الشروط شوخ مهم دي هر يرى بالشروط وار فوني كي تندخ الشروط وفق ضوابط وشروط الصحة مطبخ شروط وار نارجل شروط وار صوندات شروط وار مطبخ يازدا شروط وار جورده وشي بس يش بش شنو يصح قبل تمارخ مش كبر ذا بيجن الدعادة سعى ملايشن ولو عمل هذا يجب أحبه المزاد وضع بالإنسان يبر بشار ديا عينا نفسته عينا حق قوار فبس يش بش إذا قبل تمارخ وفرقي وقت بين العمل والزبون حبسه يؤدي إلى صحة مواطن فبدا غير مسموح توزن ده وهيج بش او حازل ما غير ده عينا ديدو بس او طرف اغلق ولا وانا كاملين دي خلق يتم güzel. Ona var içinde müsaadar ettim. İlk kamera avuzda görer hapsini verdim ilk defa. Sonda tambara var ve harama da var üzerlerine. Harama da var. Harama da var üzerlerine. Hatta tekrar onu masılmışlar. Çünkü biz kabul etmiyoruz. Her kim olur. Biz tabi yaratmışım o zaman. İnsan diye burada yemek yer. Ameli olur, zubun olur, mal sahabı olur. Fark etmez bizim için. Kanun, icraat, yutabık, alkol. Alo, sağlık. Leysa al eşhas. Alo, sağlık. Azana müşahidin, müşahidi bernamet. Nahne ful murakabe. Taban tam tegrim sahib الكافتيريا. لوجود عدة أخطاء ومخالفات في هذه الكافتيريا. ابقوا ويانا راح ننتقل إلى مكان آخر. سانسيجامز gördüğünüz taki bunlar hepsi kafeteryadan çıktı. Tamam bu üç alaka şeydi. Sonda nargile malı. Bunlar da aynen laf oldu çünkü sağlık dairesinin şartlarına uygun dergiliydi. O bu etler de aynen uygun bir şekilde dergiliydi, terecedeydi. Lengi dergişilipti. Bu da aynen özüden sağlık dairesi bunu kabul etmedi ve cezalandırdı özünü. Teşekkürler özlerinden. Ve emniyet güçlerinden için bir gün hazır olmuşsa sağlık dairesinden. Umarım ki inşallah bu kampanyalar bu şekilde devam etsin Kerkük'te. Çünkü bu kampanyalar koyar Kerkük'te kontrol altında kalsın. Ve her keş bir zamandan girsin gövlüne. Yani o bir günde emniyet güçler çalışır, ve sağlık dairesi çalışır, ve bütün daireler çalışır. Hatta çarşımızı öge atalım. Sayın seyirciler, programımızın sonuna geldik. Hazine Basınan Ben Ahmet Oruç, Kerman Ahmet Kasap. O bir hafta beklememizi başka bir konuda. Allah'a emanet kalın.